احسن لكم يعني، بدل ما تاخذ 1000 تاخذ 500 400. راكان ايش فيك؟ كلمك انا اشوف مرجان ايش يقول. اقول ايش رايك في الكلام اللي قلته؟ اي كلام الجوال اللي قلت انه في واحد راقبكم في مقطع موجود. عمري تبسم من الصبح بس بيتحمل ابتسامته بعد شوي. خله يضحك، خذ راحتك يا عمر. وزع ابتسامات ويحب يوزع ابتسامات. اضحك جعل ما يضحك غيرك. ابد. تعال تعال عمر تعال. يلا توكلنا. تعال يا عمر. اليوم تضحك يا عمر. تضحك شفاتك وبكره تبكي عيونك. الله يعافيك. يجيك الدور ان شاء الله. سلام. هلا هلا. شوف خويك كلهم. راكان. يعني عارف. اي راكان. معترف. ترى انا بس هو خوي راكان. مرجان حد شوي. عارف ان راكان اللي معك. لانه جالس جنبي ولا ما تجيب خويك لان قلت راكان وعمر. اها تعال يا خوي تعال. تعال جالس جنبه ما شاء الله اعرفك اعترف لك اعترف على طول ابو هذال. مع جوال. مع جوال. اعترف مع جوال. مرجان قلت له انت معك جوال. نات خويك قال من راكان شو وضعه يعني؟ يعني مع جوال. يعني مع جوال. حتى كاشخين. ايش رايك انت؟ كاشخين كاشخين. شوف هذا دليل كشخه مع الولد. طيب ايش رايك تحقق معهم؟ خذ 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 جوك يا اخي. اجلس عشان انا طويل يعني. مرجان 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 صب يا اخي. ما كم مره ناديك انا؟ صب صب. بس ان لا 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 شباب اختصرها بالاخير. معكم معكم جوال ولا لا؟ بالنسبه لي انا ما معي. راكان بالنسبه لي ما عندي جوال. انت اقصد الحين يعني معك جوال؟ اكيد ما معك جوال ولا الحين ودايم كله جوال ناس يعني انتم صاملين انكم بالثلاث. انا هين الجوال سلمناها حق مسؤول المتسابقين. لا اي والله لا مسكين يا هذال والله يا ابو هذال. انا من يوم ما اعلنوا ذاك اليوم ابو عبد الله اللي قال لي معه جوال يسلمه ولا يجي خصم سلم جوال يا رب. مسكين. ايش رايك؟ اقنعني. اقنعك انا اهم شيء مرجان اقتنع بس. طيب يعني من الاخر يا ابو لهي علمتك اللي عندي جوال. ما عندي جوال. في علم يعني ما انتم معلميننا في الموضوع هذا كامل. ما شاء الله حتى مطقمين بالسبح. لا اله الا الله. سبحان الله متفقين على كل شيء. تشوف متفقين على الجوال. تصدق الجوال انه واحد هم يستخدمون اثنين ويعلمون بعض في الرمج على الهواء ويحضرون بهم ويصلون. لا وايفون الجوال هذا سلم جوال ايفون الجوال اللي كان على الهواء هذا كنا نلعب بكسو الاول. ثانيه نفس اليوم سلمت الجوال. سلمت الجوال في نفس اليوم. طيب يعني اخر كلام عندكم عطوني من الاخر. جوال ما في جوال. ما في جوال. ما في جوال. ما في جوال غير اللي سلمناها للمسؤولين المتسابقين. طيب يعني هذا الكلام الاخير عندكم. هذا الكلام اللي عليه الكلام اللي عليه الكلام. اللي عليه الكلام. طيب يا مخرج مخرجنا عطنا المقطع. اي أيوة. مقطع طيب رحت هناك. المشكله ما عندنا شاشه هنا بس انا بشرح لكم الفكره. المقطع اللي انتم كنتوا تمشون في سيب شافكم واحد عودتوا تركضون بسرعه. شافنا واحد شفتوا لكم واحد جاي او واحد طالع. الركضه هذه ايش معناها؟ ما ادري وش يا ابو هذال. من الاخر انا بعرف المقطع هذا وش مقطع. هل معي جوال؟ اي معي جوال. شوف معك جوال. واضح في الكاميرا معي جوال. انا اسالك الحين. انا اسالك انا اسالك. طيب ما شفت المقطع. طيب انا اسالك. طيب انا ما شفت المقطع. طيب انا اسالك. انت بدل لا تشوف المقطع انت عارف المقطع وش هو؟ وش هو المقطع؟ كيف اشوفه؟ شوف المقطع. مقطع انت وركان كنتوا تمشون في السيب. معي جوال مع ركان جوال. في جوالات في دي في جوال في المقطع. ايه انت شفته بعينك. ايه وين المقطع؟ وين المقطع؟ ما بعد مشيت بجوال بديل. يعني انت تبي لقيت لك حجه على قولتهم الفريق اللي تمسك في القشه. هل في المقطع اسواق؟ هل في المقطع جوال؟ المقطع وش هو؟ علمني. طيب عشان ما عندنا شاشه الله يهديك يا ابو عيسى اليوم اوريك المقطع من الجوال. تعترف بعده ولا ما راح تعترف؟ والله اذا كان في المقطع معي جوال اقول لك يا فالح ترى معي جوال. ما في جوال. ما بعد مش والله ثم الله ثم الله اني يمكن هذا جسمه المايك. يمكن المايك. يمكن المايك في يده. طيب انا انا لا يكون انا يا ابو هذال دقيقه انا المقطع ما فيه ما شفت انا جوال. لكن حركه الهروب الرجعيه ذي واضح انها جوال. مقطع قبل شوي هنا في البث ترى نستهبل قبل شوي هنا. هنا ما في استهبال. الجوال يا رجال. عمر 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 ركز معي ركز معي.
فسروا لي المقطع هذا. ثنات ركان ضحكت يا ركان. انا ضحكت على المنظر في المقطع ولا مو بمقطع جوا المقطع؟ طول السلام رحت دعيت عمر. هذه كاميرات المراقبه صورتكم وانتم شفتوا واحد وعودتوا ركضه. الركضه هذه ايش تفسرها لي؟ فسرها لي يا عمر. هذه الظاهر كان فيها انا داخل ابي اوضي صلاه الفجر، وكان ركان برا وحصل الظاهر مشكله بين بخيت ومهند. أيوه. تمقلبون يسوون ناداني ركان يحسب انه جد، ورجعنا راكضين وفرقنا بينهم. اه كذا الظاهر هذا المقطع اللي اذكره انا الحين. الا هو المقطع، ما هو اللي تذكره، هو نفسه. طيب هو المقطع هذا كان بخيت مو في البث اصلا المقطع ده. لا تطولها يا ركان. طيب الحمال ذيك وش الاخر معك؟ في جوال ولا ما في جوال؟ ما في جوال؟ ما في جوال؟ احد قال جوال. طيب قول له لا ما في جوال. اتحمل تحمل يا عمر. عمر عمر دقيقه يا رجل يا رجل. عمر انا اتكلم. عمر الله يرحم والديك خليني اتكلم. انا مسؤول. عمر انا بعطيك وقتك. بعطيك ركان دقيقه. عمر انا قلت لكم من الاخر، وريتكم المقطع، سالتكم كذا مره، ما ودكم انكم تجاوبون. ايش تبون؟ تفضل تفضل. طيب بقول لك حاجه دقيقه كلمه بس. الحين انت وريتني مقطع صح؟ قبلها قبلها طيب يا ركان 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 لا تناقش يا ركان. لا تناقش لا تناقش. لا لا انت بتحمل بتحمل المقطع هذا. لا لا فسرها. طيب فسر لي الهروب. عليكم علامات استفهام كثير. عليكم علامات استفهام كثير. الجوال معك يا عمر ومع ركان. انا ما ادري عمر اطلقته علي جوال. هل مسكتم الجوال؟ هل جوالي بالصندوق؟ المقطع وردت لي الجوال مع ركان وانت متعاون معه. لا لا سلم من الاخر. سلم جوالي انا عارف. انا عارف. لا 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 تناقش. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. لا تناقشني يا عمر. انت يا ركان لا تناقشني يا عمر. مع ركان لا تناقش. تجلس مكانك ولا شلون؟ تجلس ولا شلون؟ ما انت بجالس؟ تجلس يا رجال. المواضيع كلها اللي عندكم يا فالح كلها جوال في جوال. هذه المواضيع كلها. اذا ما في شيء ما في شيء. فهد ما حد طلب انك تشارك. فهد لا صدق ما حد طلب انك تشارك. الله يرحم والديك. ما الموضوع عند الشباب. ما حد طلب انك تشارك. خليك لو سمحت. ما حد طلب تشارك. اعطتكم الفرصه انكم تتكلمون تبررون تقنعونا بشيء. تقنعنا بشيء يا عمر. تقنعنا بشيء يا ركان. ما في شيء. لكن من اسمع القرار من الحين. القرار اللي بقوله لك الحين قرار ما في رجعه. خصم على عمر 1000 نقطة وانت برايم دايركت. ابن عارف برايم ليه؟ برايم دايركت. لا 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 على اساس برايم. لا 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 مرجان ايش تبي انت؟ برايم على اساس يا هل برايم دايركت الا بشرط. الا بشرط وش؟ الا بشرط بكره في نفس الساعة هذه اذا ما سلمت الجوال. ما في ما سلمت الجوال. تقول لي جوال انا ما ما سلمت الجوال بكره الساعة هذه اشوفك بكره. اشوفك السبت البرايم. اسلمك المايك يا ركان. ركان الجوال معك. خلصنا. خل انا بظهر الجوال معك. انا ابي اظهر مع ترك الدوسري. من ترك الدوسري؟ ابي اطلع ابي اطلع من ترك الدوسري. ابو سطار ما لا انا 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 فقره الحاله ما علي من ترك الدوسري. انت عارف ان معك جوال يا ركان. انت معك جوال. انت برايم. شرفني برايم السبت. الله يهنيك. ولا تسلم الجوال على اساس لك 24 ساعه على شيء مو مبين يا ركان. اسمعني. هل في المقطع جوال؟ سؤال. هل في المقطع جوال؟ هل شفت ركان يضغط بالجوال؟ الجوال سلمه لابو عبد الاله. إيه؟ وقال ابو عبد الاله مسموحين اللي يسلم الجوال. والنقاط المفروض ما فيها. طيب اسمعني. لكن ابو سلطان. طيب اسمعني ولا لا؟ والله لا دب الخصم يا عمر. والله لا دب الخصم. خلينا نتكلم. المقطع ما عرضناه للجمهور علشان في خصوصيه ما عرضناه كامل. عرضنا جزء بسيط لان في خصوصيه للموظفين الموجودين. اما بالنسبه للبرايم لك 24 ساعه. اما سلمت الجوال ما راح ينشال منك الألف وانت راح تشرفني في البرايم مع زياد الشهري ان شاء الله يوم السبت. انتهى الكلام معك. يا ابن انا شلون اسلمك جوال وما معي جوال؟ يا محمد عيسى فيدي صوته. لا عاد اسمع صوت ركان والله.